بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، انظروا إلى جمال هذا السد الذي صنعه الإنسان البشر بالعقل والعلم الذي منحه الله إياهم جميعا، فأصبح هذا السد سدا عظيما لينفع الجميع للأمة للإنسان. فسبحان الله من خلق الإنسان الذي صنع هذا الشيء، وما أعظم هذا الشيء، وما أعظم صانعه، وما أعظم خالق صانعه. الله أكبر، الله أكبر، وصلى الله على نبينا محمد. هذا يسمى سد البمريان، هذا السد في بمريان في منطقة سيران محافظة بندن. ونحن الآن في زيارة هذا المكان لنتنزه، لنتمشى حتى ذهب القلق من ذهننا وجاء نشاط جديد. جزاكم الله خيرا كثيرا، وصلى الله على نبينا محمد.